الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها. ان شاء الله صباحكم زين وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. روتروفيزور خليفه بن سالم ايش فيه زعما في المتابعات تقريب الويكند هذا؟ واليوم يحسم الامر مؤتمر جامعه التعليم الثانوي، اليوم تقع الانتخابات، واليوم نتاكدوا انه موسم دراسي على المستوى الدراسي والنقابي ما فيهش لسعد يعقوب اليوم. ما تتاكدش برشا علاش يجي لسعد لا لا انه لسعد صرح تصريح رسمي يقول لك لا باش نبقى في الدائره نتاع النظام. لا مش يبقى هو النقابي، انا ولد الاتحاد عام التونسي للشغل منذ 30 سنه واش نبقى. هي ما عادش جنرال، مش نحاول رتبه جنرال خاطر كان يقود لسعد توا ما عادش جنرال. المهم يرجع جنرال متقاعد ما يشال قائمة لسعد صحيح معناها ماهوش مش يترشح، ما ترشحش ما قدمش ترشح. وقع تكريمه حتى من الطبوب، شفت صورة معناها الطبوب اللي هي مفاجأة عند الناس كل نعرفه خصومة نقابية طبعا ما بيناتهم كبيرة ياسر، ولكن شفنا الطبوبي وجملة من أعضاء المكتب التنفيذي تقريب أغلبيتهم حاضرين في تكريمه، شفت التصويرة دارت كما ينبغي. على كل حال ما عادش عندنا جنرال، باش يخرج جنرال جديد جنرال جديدة ماريشال ملازم ما لا اعلم تو في نقابة. هذا نتاكدوا منه ونتابعوه اليوم وباذن الله غدوة تقاوم المتابعة عندنا والقراءة ايضا. ايش عندك هذا اكيد جنرال اخر التعليم الاساسي سي الهواشي قال احنا الان يحضروا في يوم الغضب، يوم غضب وطني التعليم. في السياسة الأحزاب بدأت تصدر في مواقفها في علاقة بالاستحقاق الانتخابي القادم بتاع مجلس الأقاليم والجهات. حزب العمال كان عنده اجتماع حزبي يعلن المقاطعة. حركة الشعب قالت في بيانها أنه نخلي لمناضليها منا حرية الاختيار يترشح ما ترشحوش، لكن ترشح هذا هو المشاركة أيضا معنى المشاركة حتى ما ريتش دعوة لنخيبها مثلا ومناضليها. أنا أعتبره مقاطعة ولكنها دبلوماسية للاستحقاق الانتخاب من قبل حركة الشعب. طب هذا قراءتي أنا هما كيفاش، ولكن هي مقاطعة تقول تخلي لمناضليك حرية. هما المناضلين طبعا بحب يترشح ترشح، خير مرة فات ترشحوا من التجمع من النهضويين من تساترة من يسار في البرلمان الفات بدون أحزابهم. يعني هذا تقريبا موقع تداوله، وثم خبر كذلك وقت تداوله هو إحالة محاميتين في على قاضي التحقيق في علاقة بملف التآمر على أمن الدولة على جهة التداول الإعلامي. تعرف أنه ثم قرار تداول الإعلامي ممنوع وقرار قضائي منع في علاقة بالمحكمة منعت رمي السناف، ولكن خرج هذا القرار على هذه الخلفية. وقع حالة محاميتين على قاضي التحقيق كذلك تنتابعوا. يظل لي إسلام حمزة ودليل مصدق دليل مصدق وإسلام. هذا هما تقريبا المواضيع عدا اجتماع الوزراء من وزراء الشؤون الاجتماعية وبعض المسؤولين في المنطقة العربية في تونس. هذا زاد مهم في ديناميكية الدبلوماسية الاقتصادية وغيرها في علاقة تونس بنظرائها في المنطقة العربية. علاش عملت لك هكايا هي في الكاسك تكلم فيها؟ هي خذ التليفون، هي خذ التليفون، تحبني نقص عليك جملة؟ خليك كمل جملة توصل المعنى. اسمعني تعملوا مروة الكل مبروك، لنزيدوا عليه لنقصوا الكل. وهي السيد ظلي كيف باش يبدا يحكي معاها ما كملش الجملتين من الجمله الاولى. منير اسماعيل الله يعطيه وسعه نمشيو وسميه زاد غادي هي هات مش عندنا لارير بلون. لارير بلون اغيير بلون اغيير بلون. من جملة طبعا مشاغل المواطنين في علاقة بالمواد الاستهلاكية، في علاقة بقضية العائلة، في علاقة بالأسعار. وقع حديث كبير ياسر على زيت الزيتون وارتفاع الجنون يقول أنا الأسعار بالنسبة للزيت القديم. حديث عن أفاق واعدة وإن شاء الله تكون واعدة في التصدير في علاقة بالزيت. يعني ياسر مقارنات شفت حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بين البترول والزيت. يقول أنا الزيت أهم، عقد زيت نجموا نبيعوه ندخلوا به الفلوس، البترول نشروا فيه ونصرفوا عليه في الفلوس. يعني
هل الأسعار هذيك اللي تقالت وتقالت حتى عندنا احنا من قبل بيرم حمادة وغير من الدخل قال, قال معناها يوصل 17 أورو في الخارج $9 توا يمشي 9 بين اي وفي الأوروات بين 7 و8 اكثر حد, وقال انه بالنسبة للتونسي ماهوش مش جاو 22 دينار. هذا شقال سي بيرم, هذا خلف كثير من ردود الأفعال. احنا بنشوفه في الساحلين, علاش الساحلين والساحل؟ اولا قريب يبدأ موسم الزيتون ان شاء الله, هو في شهر اكتوبر, ما نعرفش منتصف نهاية شهر اكتوبر توا من منتصف الاخر حسب وضعية الامطار. ومن اكثر المناطق التونسية كذلك انتاجا لزيت الزيتون وغابة الزيتين, الساحل, صفاقس, القيروان, يعني تقريبا هذوم الغابات الكبيرة. بشوفوا سي عبدالله الصحراوي عن نقابة الزيتين بالساحلين اللي عنده ما يقول في موضوع زيت الزيتون وموسم الزيتون. سي عبدالله الصحراوي صباح الورد ومرحبا بك وشكرا على تلبية دعوتنا. سي عنا انطلق بربي بسؤال سي عبدالله, معناها نسبة اللي عندنا في الساحل معناها من النسبة الوطنية على مستوى أشجار الزيتون. سي عبدالله انا معك نسمعك. قلت النسبة متاع الساحل معناها مقارنة بالمستوى الوطني قديش عندنا احنا نسبتنا في الساحل؟ لازم تقول في النسبة, النسبة بالنسبة لأربع ولايات هي سوسة والمسير والمهدية والصفاقس, لازم تقول تراوح 50%. باهي 50% الانتاج الوطني احنا عندنا في الجمهورية التونسية ما يقارب على 90 مليون أصل زيتون. باهي, وعلى مستوى الساحل وصفاقس 50% هكا ولا لا؟ 50%. بيعطونا نسبة مرة أخرى واسمعني بالتليفون فقط نقص في الراديو. أعطونا نسبة قالونا عندنا أكثر من 55% زيتون سقوي, لكن نعرفوا الشعال والساحل أغلبية تبعلي ولا أنا غالط؟ لا ما يجيش 55% خاطر السقوي ظهر كان السنة هذه في ولاية القروان ولا في ولاية سيدي بوزيت ولا في القصري, خاطر عندهم المياه السقوية والأبيار العشوائية اللي تقول عليهم الدولة. واضح. معناش به موسمنا السنة على مستوى الساحل شنية الأمور؟ على مستوى بالضبط يعني 17% في الانتاج الساحل, وعندنا 23% في الشمال, و35% في الوسط الغربي, و25% في الجنوب التونسي. به عندنا ما يقارب سواء احنا الصابة مقدرين وزارة الفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحة وسائر البحر ما يقارب 200,000 طن. أنا أقول لك سنة 220,000 طن في صورة ما صبت لبطر من نين نوفمبر. بيه قل لي علاش 220,000 طن؟ مش بتقديراتك أنت وحدك ولا أنت تخمم وحدك. أنا أقول لك إلى 12 سبتمبر صدرنا 176,000 طن. بيه والمستهلك التونسي يستهلك في 35,000 هذوما 211,000 طن. بحيث كيف تصب المطر بأكيد بحول الله نزوله 220,000 طن. احنا عندنا سنة تشطر الصابة توجد في القروان ما يقارب 28,000 فاصل, في سيدي بوزيد 36,000 طن من الزيت, في القصرين 30,000 طن, في زغوان 5,000 طن, أضوما في الجملة 117,000, أضوما في 5 ولايات. احنا عندنا 24 ولاية قول 15 ولاية في فصل تعب قيطع الزيتين. به نحب نسأل السعر متاعه الآن قداش الليترة تمشي في الساحل غاديكا زيت الزيتونة تو اليوم؟ تو حاليا اليوم الصباح 22 دينار. 22 دينار هذه الصابة القديمة رانا نتحدثوا هكا ولا؟ الصابة القديمة نتاع صابة 2022 2023. به الجديدة انتوما اشتراوا يوصل السعر متاعه؟ به احنا شو شراوا, احنا شكون يشري الزيت ساعة في السوق التونسي؟ هما 4 شركات هما اللي تحملوا وهما اللي تجي مدخول السوق بيديهم هما والسعر بيديهم هما. أنا حتى أخرج هون قال الكيلو الزيت يتباع ب 17 دينار, معناها ليترة الزيت 15,400. به هذوما ياخذوا في الكمية وقت الصابة وممكن ياخذوها وقت الصابر, لأن توا احنا الصابة عندنا تبدأ نهار 1 نوفمبر. به في جميع الولايات في 1 نوفمبر في صورة ما صابت المطر, أما كي تبدأ ما صابش المطر يمكن الصابة معناها الجني يسبق شوي نهار 20 اكتوبر. يسبق شوي. به ايه فبالتالي قديش تتوقعوا باش يكون السعر متاع الصابة جديدة متاع الليتر زيت زيتون؟ انا ماذا بيه كفلاح تونسي وكمواطن تونسي
وماذا بيا السعر ياكله المستهلك التونسي بسعر اقل ما لا نسمع به لبرا. بيه؟ ما يوصلش ل 20 دينار السنه خاطر عملاوي اللي في الزيت بدات 14 دينار و 15 دينار. بيه؟ وانت في بالك في الموسم الماضي اكايش تحدثنا بيه قعد بشي 4 ولا 5 شهور فكنا مرت هكاي. بيه؟ معناه السنه انت تقول ماهوش في بدايه الموسم ماهوش باش يفوت ال 20 دينار هكا ولا لا؟ ما يفوتش ما بين 18 دينار و 20 دينار. بيه؟ نحب نمشي معاك القدام شوية على المستوى العالمي فما كور مونديال متاع سعر ليتر متاع الزيتون. طبعا مش احنا نحكمو فيها راهو. اي. المجلس الوطني الدولي للزيت. هما كيما البترول راهو اليوم تقابسهم وضل حي تقابسهم. قديش قاعد يمشي؟ انا شفته عملت بحث صغير نقا في حدود التسعة دولارات ليتر الان. موجود تسعة دولارات من زيت البكر. البكر به. لهنا باش يزيد زعما ولا باش يبقى في حدود 9 دولارات؟ احنا الانتاج العالمي السنه يصوروه في 2 ملايين و700. اي في 2019 3 ملايين و100. اها فمديش بحيث معناها الجفاف والمناخ تبدل. اها وحاجه اخرى علاش ماهوش ماهوش باش يزيد اكثر من تصور في بالك؟ على خاطر زيوت اخرين دخلوا خاطر كيف راهو زيت زيتون غلي حتى المستهلك ولي يتجه في زيوت اخرى. دونك احنا باش نقول على المستوى العالمي يبقى في 9 دولارات تقريبا ما يعادل. دولارات 9 دولارات ما يفوتش. ما يعادل اذا كان نضرب الدولار ب 3200 مليم يا سيدي. سامحني عاد انت ما تقارنش روحك انت ماكش في ايطاليا ولا في اوروبا انت في تونس انت تمشي على السليق نتاعك. شريتك المواطن التونسي. هذا نحب نوصل له هذا نحب نوصل له احنا نصدروا الكميه بالاسعار العالميه ولكن نعمل سعر في تونس في مستوى المواطن. يا نعم احنا شوف احنا تو ميزنا احنا السنه صدرنا الى حد 12 ديسمبر يعني سبتمبر 12000 معناها تنجم تقول 17000.6 زيتون زيت معلب. هذا و 53000 طن من البيو والباقي اون فراك. احنا وكان جينا وفي النص 40% ولا 50% زيت معلب احنا صدرنا معناها حتى 12 سبتمبر 2972 مليار وكان جينا 50% معلب تنجم تقول يدخلوا لنا 6000 مليار. ان شاء الله نوصلوا لهم يا صاحبي والله هاو الخبيرات الباهيه وطمنتنا اخويا عبد الله السعدي. احنا عندنا 30 عام والدوله تشجع في المصدرين والمصدرين مؤخرين تاعك هذا اربع شركات يصدروا كان بزيت اون فراك. اي نمشيو للتعليب فاش نستناو؟ نمشيو للتعليب هو تنجم تقولوا هو اللي مش وفرنا العمله خاطر علاش؟ خاطر ساعات نسمع في حوايج غرينا التكلفه شنو التكلفه؟ ربي يطلبنا ربي صبت المطر احرتنا اجمعنا قرقبنا هكا حاجه اخرى عجبتني الكلمه قرقبنا هذيك اللي تتقال قرقبنا هكا قرقبنا حطينا في الدبابس ولا في البطوات ومشي على روح يا ربي ان شاء الله موسم صابه وان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر. انت تكاليف حتى للزكاه